انا كنحسبك تقلق دابا السوق وجيبات خصك دورمي تقلب واش هادي راه ازمه وديزه الاولى كاع هادي ضبابه وديزه شحال قطعوا لك 84 امي بخير امور مزيان نوريكم الناس اللي كيبغيو يديروا الحوليه في الكوفر دابا حنا غاديين ان شاء الله في الزوله غنمشيو للسوق انا وخويا رشيد شوفوا الطريقه كيفاش كيتحط الحوليه هذيك النوبه الحوليه شفناها ميت لك النار قرب الكاميرا كان راسو هنايا كمتكي على القلب شو دابا انا كيف متكينا حنا الحولي تكيناه على لي على الجنب اليمين ديالو ورجليه خلينا واحد رجل محلول ها هي الشيء كما كتشوفوا هكا واخا دي ما تخافش عليه نوبان وما نفس عليه هادشي اللي كاين خويا رشيد اليوم دابا الطريقه ديال الحولي كيفاش خاص تكي واه ازي دابا يترخام عندك واش انت صح قلقك اخويا قلقك اخويا زعمون اوف صافي ما تقول والو فلوس جدك ايوا ضربنا كتحرقها المنطور كبقى حي فلوس جدك من هي هاش باش خرفها واحد كيكونسومي واحد ساكت راقد ها يا اخويا كلشي ديالك اللي بغيتها شرو لي خويا رشيد يلا خويا مايضا نشوف حالك نشدو الطريقة ضحكنا شويه صافي ماشي ضحك راه غنمشي كاعل اسوق تا نسوق انا سي الله يسخر الامور شحال عندي تما سلم يا الدراري سلم يا الدراري بعدا سلم يا الاخوان ترى تخلص هما تخلص سلم عليهم احنا نخلصوهم سلم عليهم هو الراجل الزين سلم عليهم هكاك صاحبنا تا هو حراوي الله يحفظك راجل زين حايبك هذا سلم يا على مول القهوه حراوي شتك هربتي تم دير شي زبله ودهم واش يبان واش يبان في يوتيوب هذا هربه مشي لافاقه لافاقه هربه الله يسغل أمور يا الله أخوي اللهم بارك خويا رشيد سلعة نقية الله يتواعر بالله الله يتزوينة الله يبارك مولاها اللهم بارك الله يسهل عليك اللهم بارك احنا شراه من عندنا من تليفون ما حضر ليه ما والو قال ما حضر ليه احنا غاديين بيت الجديدة اللهم بارك على السفر باقي تابع على طريق سيف الزولة والله يدير الخير احنا دايرين الله علينا كامل على الله اللهم بارك 4000 درهم هذاك راه كاين الغلا 4000 درهم فوالا اللهم بارك يلا اخويا نكملوا الطريق شدوا حداكم هنا بركوا حداكم في الطوموبيل والله يموت المعزي المعزي كيصبر في المعزي المعزي كل يوم ترفيه وازن وازن ولا الله والله اخويا مشيو دابا حنا وقفين حوالي السارح باش ما يوقعش شي مشكل في الطريق نكملوا الطريق ان شاء الله للكزوله اوكي هذا نحطوه في جديد هذاك يلا اخويا زيد اخويا هو الامانه وصلات الله يسلمك رشيد سلعه دوميسيل من كازا جديده اللي حسن واحد غراتويت واحد غيره الله يحفظك يا اخويا الله يحفظك يلا طلع دوميسيل شنو ندور الحوري خديه يا زوين الله تبارك الله الله يسخر لك الامور والله ما راه رشيد خونا راه صراحه عرفت يبغي الخير اللهم بارك اللهم بارك فين باصا فين؟ اجينا 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 اللهم بارك مليح خويا رشيد فين المال؟ سلعة نقية ها؟ الله يا خويا زوين خونا هذا السيد هذا اوه صحته الله يسلم الصحة بالجيش كنعرفه ما كيعرفني ولكن طاق فينا وقدينا الغالب الله يسهل عليه الله يسهل عليه الله يسهل عليه الله يسهل عليه كل عام تصير غنبدا نتكلف لي انا لا طول الله في العمر ان شاء الله الله يكبر مرحبا الله يسهل عليه الله يخلي لك وليدات الله يسخر الامور ثم اللهم بارك خويا رشيد جنة جديدة وجبنا السيد الحولي ديالو وصل للدار ها هو كياكل هنا هما فرحان به وليد السيد اللهم بارك وخويا عثمان ورضا ما سمى الرجولة الله يخليه البنية ديالو ريتاج ياك ريتاج الله يخليها عليه الله يحفظك الله يحفظك والوالد ديالك لا لا الله يسلمك خويا اليوم ان شاء الله غنطلعو سبت كزولة ان شاء الله باش تقدم واحد خويا الخالي وهنا ديديكاس ليه ديديكاس خالي الله يلاه ولا صحابي غادي والله خدام وشمالة ونسلم لي واحد خويا الله يسهل خويا الله يسهلك والله يسهل الجميع الله يسهل الجميع الجميع وسلامي لكاع الناس اللي كيحيطوا لنا لي كومونتير زوينين تحياتي لهم والله العظيم وتحية للسيد هذا الله يكبر فيكم والله كبر بينا الخناقه الدار عندهم وعطيني الحولي ديالو شو شحال من كيلومتر وكلشي راه ما كاينش مشكل انا ما كاينش تفضل الله يحفظك اللهم بارك لك الطبوطه خويا ديال سلك زوله روح روح الله يحفظك قلب لي قلب لي كاين اخويا تعز الطبوط ديالك ديال زوله
الله فامي كيما ديما حنا دابا يا داخل السوق غادي نروق قدامنا رشيد مشي اليوم ماشي ماشي السبت الرحبه ديال السبت زوله ولكن دابا هاد الايام ديال العيد كيعمر داكشي يوميا دابا بقاو معنا ان شاء الله غادي نشارك معكم الاجواء ان شاء الله الاسمنه نشوفوا السوق كيدير اليوم واش يكون طالع هابط ولا في المهم كنتمنوا يكون شي في المتناول ديال الجميع لعابه ضروري لعابه كاينين هذا غير من بد ديال الشناقه عاوتاني اسمع ليها الجرى ثاني يا بلاش تما اللي بغينا امور واضحه امور واضحه الحقيقه غايشوفوا اليوم ضروري اخويا امنا الله يبارك الله يبارك الله يبارك ليه سولي تبارك الله بخير الله خويا نيدو شنو ديسو وين ما مبا يا مسكيت لي تبغى تعطي جوج ايام وصافي علاش شتك ما مبا خويا بخير لاباس عليك لاباس عليك الله يحفظك خويا بخير امور عاديه كلشي مزيان امور واضحه على الحقيقه ديما الحقيقه على سلامتك بعدا سي شافيك الله يحفظك خويا الامور دايزه مزيان نعم الله يسخر لكم الله يحفظك الله يرحم الوالدين الله يحفظك الله يكبرك كلشي بخير الله يحفظك الله ينصرك خويا الله يحفظك كلشي بخير من المتتبعين ديالك الله يحفظك الله يحفظك الله يبارك الله يحفظك العز خويا العز العز الله مبارك الله مبارك كبير هذا 90 ابريل اخوت كاين اخويا هذا ما مرحبا 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 الله مبارك انتم الخوت هذا الله مبارك شحال داير اخويا هذا؟ هذا 80 عطاكم الله مبارك هذا قلت لي 70 يعني 70 عطاكم لا ثمن زوين على كازا صراحه هذا 80 واش ولد ابو جليل هذا الله مبارك انا منيول جوج اخويا لا جوج عطاهم منيول جوج منيول جوج كاين زين وكاين لا لا منيول جوج بحال بحال مليون مليون واحد ميو ستين 88 بزاف بزاف السوق باقي خاوي ما عمرش مزيان باقي الله يبارك الله مبارك الله مبارك الله مبارك الله مبغاش يبيع عشري الله مبارك 130 هذا الشيء الله مبارك ها
عطاو 90 هذا مليح ها اهوي اسام مليح اهوي الله يبارك زوين هذا باقي ما عطاو والو اش قال لك 100 زوين اش هو 100 وقيله هذاك ما عطاوش وقيله زوين الله يبارك صادقنا ها مبارك الله مهرس ها واقف الجهد ها صادقنا ها هذا ها اشنو عجبك 84 84 مزيان هو ثمان 84 ثمان يسر شي معاه 84 وكاك شحال بغا شحال شحال باغي تشا 200 الله يربحكم لا لا بزاف عاد تبت لا تقليد تعطوني 165 في مجموعه بغيت تقول لا لا بزاف 84 85 كاع صافي اه 84 ما بغاش الله مبارك اش بان لي كاين صفر 84 ثمان هو البارين ديالي تيسر الامور اعطيني 84 ترد لخاطرك هذا خوه صفقة دايزة خويا رشيد الحمد لله فينا هما الكل اللي ياك والله والله حبيبي رام السلام عليكم والله حفظك المعلم انا فيك فينا بلازم فينا هو هذا صافي هو هذا ناض سير الشكل اليوم مرخي ضربتي البطبوط ضربتي البطبوط على الصوح هلا صافي وجي سيرتي سيرتي معاه اللهم بارك شحال قطعوا لك 84 جينا مع رضوان خويا سنا الحليب جينا مع رضوان اخويا اللهم بارك كلو كيدير رزقو اللهم بارك اش بان لك اخو رشيد؟ اش يبان لي هاد الناس راه وجههم زين ياك دري تبارك الله الله يحفظك اودي متابعين نحلوا العينين معاهم هذه العوينات اخي مشي كلمه ديال الصباح هذه كلمه تكون صباح رباح صباح رباح هذه تحيه لبودريس ناظم المنبر شحال هذا البارك هذا شحال اخويا شحال قال لك؟ الله ها؟ قال لك الله بغينا ناخذوا ذاك السيد والله العادي شوف يسر معاه بغى ياخذوا لواحد السيد يسر معاه يسر شحال قال لك؟ قال لي 42 كان بغى يتخاسم معاه شحال قلت لي؟ 48 كله غيتخاسم معاك 48 ها؟
70 وروني خدينا حنا بالسيره يا رب 20 ما فيه ما فيه ما بيش قلق 10 مسطح زعمو مع الراجل زويني زيد الفريال زيد الفريال الله يربحنا لا لا ما بغيتيش فيه عليا ندمت الزنا لك اه الله يندم بالله هذا ما بغيتيش ما كامل ما تزيد هاك يطلب شحال طلب شحال قال لك شحال طلب ما كيبغيوش يقولوا اصاحبي ما كيبغيوش يسرقوا امه كيوك على الله ديما على الله ما كيبغيوش يبيعوا هذا هذا متى مليون و10 مال يلا الاخ يلا ها شوف واحد الف شحال 107000 عطاهم رشيد 107000 ما بغاوش ما بغاش عطاهم 107 ما بغاش ياك لا ربع عطيه خليه يجي بزاف عليا انا اللي عارف راسي وميزاني درت ما تسلك ليش بالكاميرا ايش ما مبغاش ليش بعطاه ما بغاش قال لك 110 رشيد اش بالك اخويا في السوق في الصباح اش بالك في السوق ما كاينش العاش وكاين الغلاش ياك هذا شي 107 هذا ما بغاش عطاه شي 107 ما بغاش ما بغاش يبيع ما دير هذا شوف 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 يستلم عليك اللي يدير الكاسكطه ديال الراجل هذا ماشي ديال التياس ياك زوينه وجامي يستفي يشري معاه ما يبيعش لك حاولي واحد الفريق اخويا موجود تاخذ تقول فين شحال رشيد الله اجا او الله شوف معاه تعال الله اخويا زوين تبارك الله مليح شحال الحاج على يدي ربي ها؟ أو 90 مليح اللهم بارك هذا 90 الخوت هذا ها؟ كاين ثمن فين 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 العميل فين هو؟ راه مشى اللور مشى اللور وقع اللهم بارك شحال دير يا خويا؟ الله الله تبارك الله اللهم بارك اخويا اللهم بارك بلا ما تدخل عند الباب نشريو شحال؟ ما قال قول شق على الاخر قول لي باين باقي داخل ما عاطينا شحال نكذبوا عليك بغيت عاطينا وقول لي شحال قول لي قول لي يا صاحبي عطيت جهدك ها؟ 80 تبارك الله يلا الله يسخر منافسة خويا ولات ها عرفوك ولا عرفوك من جد والله تولى المنافسة الله يسخرك اخويا شي كلمة زوينة الرشيد رشيد كلشي ديالو المنافسة ولا المنافسة هاك الله يسخر الأمور اسمع لينا سيدي الله يسلمك هذا منافس تاع رشيد بيع وشي بيع وشي شحال عطاو كل 76 هذا الشيء اللي عطاك هذا اللي عطاه الكنيس 76 عطاو عطاك 80 حولي صافي طلق عليه هاي ما بغاش هاي تقالي الحولي هاي عطاني 80 ما بغاش ما شنو هذا هذا معايا يبيع لك مع الكار شارجي وهذاك موجود أصغر بالله يا كوتا سكوت يا الله يسخى الأمور ها وعطاه 96 فادو
ما بغاش اشترك لي كل شيء ما ما بغاش مليح خلينا نهضروا مع الراجل مالك يا مالك ساكت يا الوالد دابا مع الحق باك مالك باك مالك تماك وراني ولا شوف ها الخوت دابا عطاه 96 ما بغاش جيب الرجل بحال قال شي جمله هذا على هذا ياك شويه كتلقى واحد ناقص على الاخر ودور شوف عطاه 96 ما بغاش باغا يكسر دابا هما هنا في السوق ما كيقولش شحال باغي يطلب كيقول لك زيدني كيبقى يقول لك زيدني كيقول لك صافي اللهم بارك لك قدر مليح كيف بقى يقول لي زعمني الاخرين كيبغيو يشنوا الوالد ماشي واحد يا محمد قلب قلب شريو الناس اللي عارفوهم وبغيش واش شريو هاد البراني واش في يدينا شحال جات كلشي شحال جات 100000 الصفقه لا واش دعي معانا يسهل عليكم دعي معانا الله يحفظك الله يسهل عليكم نتوما يا الله يسهل عليك خويا لك فوت من هداكم ما تسالوش جرام خويا رشيد بس يعجبني ابن مليح مليح مالو ما كانش مليح ما ناخذوش والله العظيم من الصحه انا احسن لغه تقول لي انا ما محسوش من هذه المسرات بالنسبة لكازا والله اخويا كاين تما مرفق ولكن كنت عاد اخويا راه حنا كيبيعوا جربيهم كيتبعوا الصير هنا فين كاين المشكل يما الناس كيبغيو ديباسا وراه ياخذوا ثمن زوين هادو عطاوك 90 جمله دابا صاحبي 90 ولكن ما اكثر ما بغاش 90 جمله خليه يجرم سير عندو راه فين كاع الخير مليح ورجع تقديره تقديره يا زري كي نقول لك شنو كاين كاين اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك صافي يستر معاه يستر معاه معايا وقع صغير من 65 معايا وقع الله يهز اربعه من هذو كل عام هو اش كل عام هو الناس هاني امس عام من البادرة البادرة أخويا أباقي المعاقل المعاق خوش بغاو شوف ديما كنقول لكم ديما على 1000 2000 اللي بغيتي بها راه واش ما فيكش تي حتى اجي من الهضره اي سلم حتى هو انا بغيتي بها شحال تما شي شحال واحد شحال واحد كاين 8 كاين 8 خوات 8 غياخذهم جمله ولكن حوالا ملاح غير بصح يلا قطع الله يلا لا والو هما اخرين بحال كاين شي بحال مخان دار بين صافي شجقوا لا صافي طلع الحولي
لا راه مرضين الوالدين راه ما كاينش مزال دير شي واحد من الحديد سير طلع عم طلع الله يقضي الله ولا عمي والله مرضي الوالدين والله علي الوالدين ها شوف وزيد طلع زيد هذاك ما تخيتيش به باغي ديه الله يبدا في السوق لا شي سير طلع راه تعيي الحوله صح يلا سد يلا سد الله يسخ الامور قطع الله يدير الخير قول الله يسخ الامور انا جينا انا جيت كمل دري واش هاد الناس اي 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 والله ما خليت عليك وخليني نجمم وخليني نجمم وخليني نجمم وخليني نجمم معاك الله يهديك خلونا نجمم معاك الله يهديك لا خلينا يسر الامور والله الا كان يسر والله يرحم الله 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 يرحم قول له اسخن امور شوف 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 واخا كاين الغلا ولكن هاني المهم خاصنا نجيبوها المليح ادعي معانا اخويا الله يسهل اخويا امامي ومرضي الوالدين راه من العيد الكبير بحال عام نقول هي في العيد الله يعطيك الربح الله يعطيك الربح الله يسهل عليكم انتم اخويا الله يسهل عليكم الله يسهل مرقد واحد خذا اخويا راه شي تميت يا ساس الا كتبوا شي واحد اليوم ان شاء الله غنكون عندي الانستغرام ونبارطاجيه مع اخويا رشيد وتقدر تعرف من الله مبارك الله يسهل عليه الله مبارك خوف اخويا ورنا الخروف الله مبارك الله يسخ الامور اخويا شنو اخويا رشيد خروف هذا هذا الزناد 44 خدينا واحد الدروش عطانا 38 راه كملنا لي من عندنا الله يسخ الامور اخويا الله يسخ الامور امور واضحه بركه بركه عند الله سبحانه وتعالى شي اللي كاين اخويا الله يسهل على كل واحد احنا في السبت غنديروا الغنم ضروري ان شاء الله غنديروا المعز ناضي ناضي اعطيني ربعه البيضات ديال الطبسي معنا سبورتيف كانتريني هذه راه شوف هذه راه اسمه وديزا هذه ضبابه وديزا حنا راه ديال البار رق عليا البيض خلينا نضربوا ما عرفتيش تعيا الباراشيد ما عرفتيش خير اخويا ما ضربنا تمانه بالله صافي ذكر فريا صافي صافي يسر انت شمن صاحبي وانا ياك صحاب وشاري انا ما عطا 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 صاحب وشاري صاحب وانا يا باشا صافي يسر فريا عطاك واش ناي فريا ناي اطلبناك اصحابي صافي صافي سير زري الحولي راهي حولينا زري الحولي هو 65 والله العظيم بالكشيفه نعم غالي بزاف الله يحسن العوان والله العظيم قول الله يسخ الامور يا الله حي واضحه اخويا الحقيقه ديال تاخذوا تحولي الله يحفظك 91 اللهم بارك ياك السن شحال ديال السن؟ اثنين اللهم بارك
ولكن كي جاكم السوق اليوم؟ السوق نعم ياك؟ ما بيش اللهم بارك الله يدخل بالصحة والسلامة ها اليوم حاجة ولكن جاك السوق الوالدة 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 أبانا سمعوك سمعوا الصوت قلنا كي جاك السوق كي جاك السوق اليوم كي جاك السوق ما الصوت ها الصوت دير باباك دير باباك باي 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 الله الله أكبر حولي في السوق هذا اللهم بارك اللهم بارك شنو هو درباع ياك جي ربع وجي سداسي ها انت اخويا نعرف في مولاه 156 شبار اوكي مليح اللهم بارك رباعي حاول يا شبار هذا ثبت الله يحفظك الله يسهل عليكم حيم كيف منين ولد ايش الله يحفظك الله يحفظك الله يكبر لك خويا يوسف تحياتي مرحبا بكم والله العظيم مرحبا رشيد اجدك الشيخ السلام عليكم امور كبيره هذا الراجل راه في الشماعيه امور احبابي غريب مرة تقضى داك الشيء اللي جينا عليه راه تقضى خويا الله يسهل عليك الملاح راه السوق خويا السوق مزيان الله يحفظك سوق تكات ترودها المعلم دوز تكلم حقيقة كاينة هادشي اللي كاين خلنا نعلم ليه السلعة اللي خديتها ما هبطاتش للإعلان تبارك الله زوين خدات بالبيكو أنتم غادي اللي غيجي غيشري غيشوف مليح اسمع لي مليح والسلعة اللي خديتها وما هبطاتش ما قلبوهاش الناس عاف بيكو سالينا بيكو بالله هاد الليد هادي قلبت الفلوس وقلبت السلعة حواليك راه جاف تراك كون هاني أمور واضحة دار بالخوي اللي وصلنا على الحول راه جاي والله إلا جاف تراك خدينا الغرض أمور واضحة هذاك الشيء اللي دار معاك البنة والله إلا خصك تعبدوا لي ورا خالي اصاحب ندوز خالي انا والله يعطيك ولي كاين يا الله خودي تحياتي الشلابه اللي تصور لي الشارجيو هذيك هو تباع الله يسخر لكم اخويا 130 كان طالبين 156 الله يسخر لهم كذا سلعه 100000 اللهم بارك ماذا جات روس 30 عطاوكم 30 عطاوهم شحال اخويا؟ 66 تبارك الله ها هو هذا خدا ب 100 اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك ها هو بروطو الله يسخر الامور امور واضحه شد شد عاون عاون خو رشيد الله يسخر الامور الله يحفظك لا انا كنحسبك تقلب دابا السوق وجيبات خصك دور مي تقلب واش انا غنبقى نمشي بطيء خصني ندور نجري نقلب على السلعه المليحه الا ما درتيش راه كاينه حريفيه مضم منك المهم دابا السلعه دير شي اللهم بارك مليحه جبت راس السوق راس السوق طوب السلعه طوب السلعه مرحبا بكم خويا ملي كنوعدكم راه كنوعدكم كلمه هي راشد رشيد راس السلعه مليحه راه كيجيبها والله يدير الخير وشي كلمه وشي دعوه للمتابعين والناس اللي يخلق سير الله يجعل ربي يسهل عليكم والله يحفظ لكم والديكم والميمات ديالكم واللي ميتين الله يرحمهم وخويا عثمان وخويا عثمان بن الله يجعل ربي يسهل لك امرك لا انت لا والديك وتا الاجر اللي جريتي فيه الله يجعل ربي يسهل عليك هاني هاني خويا هذا مكان انا ملي تكعوش عليا ملي كندخل الرحبه كنتجنن انتوما ماشي ولاد الضومير يقدر يبقى فيكم الحال ولكن انا راه غندخل وكنقلب على الدرهم كيف ما دعيتيش معايا انا املوا انت لا لا املوا خونا الشفاء عليا الشفاء لا ضروري خويا املوا خونا انت حبيبنا كرد عليك المغرب كامل ماشي انا وانا واحد منا صراحه هذا خلينا ملي كيد عليك المغرب كامل الله يتحسس قلبي غير غير انا حرفتي هذا مجنون انا عليه رانا دوزت من صغري دوش عليا اش بك هو في البيع والشراء ما كيبقاش عنده صاحب شفت مليح ولا ما شفتش لا المليح كاين التقليد عليك شوف ما نسمحش لك واش جبت راه السوق والله العظيم راه السوق واش كاين اخذت هذيك السلعه لا ما كاينش شوف راسك من الهضره شوف اخر فاس غير تبارك الله كيدير صغير هذا مليح 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 خذ الكلمة الأخيرة بالنسبة للناس اللي كيقول لك أنا بأية دابا هذه شحال غتمشي لي ديني الكاز؟ ب 2000 درهم لا ماشي 2000 درهم شحال قطع لك؟ 1500 درهم كشري؟ أي غيتخلص دابا البيكوب دابا يتخلص أيوا تخلص دابا قدامكم والمعلم هو المعلم باش الناس يعرفوا السلعة بشحال غتمشي معلم سيب علي عاودة عاودة أخويا واحد الله أجي
أربعة خمسة خمسة زين ستة الله يخلفك أبو سعيد أنا شافه الله يخلفك الله يخلفك راح كمل في جيبك وخيش ابو العيني ويقع لها وانا وش يصير خسره يصير خسره وقول لهم شاف ابو العيني والخوت ان شاء الله بغيت في الفيديو هذا اللي شافوا شي لايك دوز ابوناو شي تعليق زوين الخويا رشيد وليا بس ان شاء الله شي حاجه زوينه باذن الله خوت باش نختموا هذا الفيديو هذا السواق صراحه كل سوق تمام وكل سوق المليح ديالو وصراحه خويا رشيد راه يجي معاك تحت دابا المكالمات الناس كيعيطوا ليه والناس بحال ما فهمتي الناس زعما تشري ولكن راه احسن لهم كاين الثمن حتى خويا رشيد كيشري بالثمن وصراحه راه الله يسخر الامور كيف كيما خويا رشيد المتابعين حتى شتي كلشي على عينك عشتي معايا في السوق عشتي معايا كيف قال نهضر مع المواطن صراحه المواطن كيسحبك وكيحشم كيحشم حتى بالاثمنه ملي كيبقاو يقولوا شي ثمن كتلقى هو يلا باش شاري وغير البيكو دابا باش كيكري تقريبا بشي شي باش يعطيك هذه البركه ديالو بيكو بوحده من سكسوله دابا الكازا 150 فرانك وبتشطار ايوا طوموبيل مازوت ديال طوموبيلنا لا طوموبيل هذيك الحديث ولا حرام ما كتجيش تحسب لها هادشي كلشي باش تجي للسوق وتجي خاصك واحد 2500 درهم الله يرضي عليك كتجيب هذاك الراجل كيقول لك القص لي 1000 ريال ولا 100 درهم تجيبو تقول لي سير خويا انت يعطيك طوموبيل سير تقدا لينا ورجع احنا يلا راه جايين عينا تكرفصنا صيفنا الغلمه هي الاولى انا اللي عليا هو نجيب الجوده انت غتمشي للسوق غتلقى حولي اصغر من ديالي وغالي عليه وانا ديالي كبر من هذاك ومليح عليه الشريه مليحه الشريه ديال الحليبيه لا واحد الكلمه بغيت نسولك على دابا الانسان اللي يكون مع ما يكونش عارف وكيمشي للسوق يقدر ياخذ شي حاجه اللي ما صالحهاش يقدر يبان له التكدير وبان له كلشي ويدي ويموت ليه ولا شي حاجه يتغامزوا عليه ياك يتغامزوا عليه دابا تيدير واحد اللقطه اش كيديروا لها دابا في السوق كيكون الراجل غادي هو ولده وكيكونوا دوك بعد مطفلين على الحرفه واقف في الباب قانين على الراجل كيبان لي الراجل غادي ولد صغير جاي تابع من وراه هو خوه ولادي كيجي عندو كيقول لولدو سير اسم محمد الامور انا ما عقلتيش عليا انا ما كنسكن في بلاصه فلان فلان كيقول للدري انت فين كتسكن كيقول لي انا كنسكن في البلاصه كيقول انا ولد زاد لحداك قلت له يا والد بحال عارف الامور كيتلفت الراجل كيقول له شوف ولدو كيهضر مع السيد كيقول لي بابا راه دار هو الجزار ديالنا ديال البلاصه فهمتي كيقول هذا هو الجزار ديالنا ديال البلاصه با كي داق فيه كيقول لي لا خرج بغيتي شي حولي الحال يلا 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 بلا ما نخليك تنفس يلا نديك تاخذ الحولي كيديه عند واحد هو ديجا دير معاه كومبينا كيقول لي تا غادي والله اذا تخليه وتجيب عليه الحولي زيد واحد الثمن كبير كيجي يقلب الراجل وعاد شي واحد القضيه ملي كيجي الراجل يقلب كيلقى الحولي فيه لعيب والحولي ما كيعرفش لا واحد القضيه كيديروها كيبيعوا في السوق الناس ما يعرفوهاش يكون الحولي بحال هذا يا اخي كيسميوه دالك جنون السوق او خوت الله يدير الخير قول لهم الفيديو شنو غايديروا كومونتير زوين لايك هذيك معلم امور واضحه وتحياتي لكم خوتي ونتلاقاو في فيديو جديد تحياتي